مرحبا فيكم حبايبي برج الحمل كثير اشتقت لكم بحبكم اليوم رح تكون قراءة توقعات لأهم الأمور اللي ممكن تكون يعني بشكل عام فخلينا نشوف برج الحمل شو أكثر شي مسيطر على هاي الفترة لا الباين ورق حلو خلينا نسحب أوراكلز عشان بيقول لك لبرج الحمل بي يعني يكون حقيقي بالنسبة لإلك لا وكأنك يا برج الحمل إلك فترة ما عم تتواصل أو ما عندك الوقت عشان تتواصل مع روحك الداخلية مع طاقتك الكامنة اللي جواتك بيقول لك كون حقيقي مع حالك يعني وكأنك عم بتكون بعيد عن عن نفسك عن حاجاتك حاجياتك عم بتفكر يمكن باللي حواليك هلا بنشوف الورق شو بيقولنا بس بيقولنا انه ما تضحك على حالك هذا الكرت بيقول لبرج الحمل ما تضحك على حالك يمكن في خبرية مو صح او امور كنت انت مرتب عليها شغلات ما كانت صح فبيقول لك انه اكثر إشي يكون بهاي الفتره حقيقي مع حالك وما توهم حالك بامور مش موجوده وفعلا بالقراءات السابقه طلع لبرج الحمل كتير في عنده اوهام او خلينا نقول اكاذيب شغلات كانت تطلع بطريقه وخاصه مع الشريك او شركاء العمل آه خلينا نشوف شو ممكن يكون في بعقله الباطن يعني مرة واحدة نفس إذا آه برج الحمل بس خلينا نشوف آه طاقته في هاي الفترة كيف آه رح تكون معقول تكون آه طاقة برج الحمل بما انه تعبان آه إله فترة طاقته لبرج الحمل بهاي الفترة رح يكون آه اللي هو مش مقدام ما رح يكون مقدام بهاي الفترة او انه ياخد خطوات رح يكون شوي خلينا نقول بدرس كتير الخطوات وهاي عكس طبيعة برج الحمل برج الحمل الشيء اللي مقتنع فيه وحابه يعني بيعمله بسهولة بياخد القرارات بسهولة وانسان مسؤول يعني بس بهاي الفترة رح يكون متحفظ في فترة ثلاث أشهر رح يكون في دور المتلقي خلينا نقول ما في مبادرات في خوف من موضوع معين رح شوي يعني ياخد خطوة للوراء بالنسبة لطاقته عنده شعور بخلينا نقول بنقل انعزال أو انه اكتشف رح يكتشف موضوع معين يخليه يبعد عن الأجواء عكس طبعا كمان خلينا نقول عكس طبيعة برج الحمل برج الحمل يعني بيحب كتير يكون اجتماعي وكذا فبهاي الفترة رح تكون طاقته عبارة عن انه رح ياخد خطوة للوراء رح يستنى من الاطراف الاخرى هي اللي تبادر رح يكون بعيد نوعا ما حاو يعني بحاول يختفي شوي من الاجواء او من يعني بشكل عام مو شرط مع الشريك او مع الحبيب أو العاطفة بشكل عام حتى بالحياة الاجتماعية أنا شايفة من الورق إنه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة بده يكون لحاله خلينا نقول لفترة يعني تأمل فترة شوي زعل عم يزعل وعم بفكر في أشياء سابقة مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده جلد الذات هاي الفترة كتير كبير فزعلانة انا من برج الحمل ليش عم بفكر بهاي الطريقة عم بيعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب واقفة في فرص قدامه عم بشوف في فرصتين قدامه لبرج أه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية أكثر من العاطفية أه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن أنه أه يتلقط بوحدة منهم على فكرة في وحدة منهم كان له فترة أه طويلة عم بيحكي مع حدا أو عم بحاول خلينا نقول يتواصل مع حدا مهم حدا مسؤول علشان يزبط له هذا الموضوع بس انا شايفة في هذا في هذا الوقت في الثلاث اشهر هدول معقول كتير خاصة بالشهر الثاني خلينا نتفق انه ثلاث اشهر هم ثمانية تسعة عشرة فبشهر تسعة معقول كتير انها تتبلور هاي الفرصة وتكون بين ايديك لبرج أه الحمل في فرصتين راح تختار الفرصة اللي من أه واحدة منهم فعم بشوفك كتير أه يعني من بعد أه التعب كتير عم بتكون أه مبسوط أه من ناحية العمل ايضا في الترقي في العمل في أه فكرة جديدة كنت لك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة راح يعني راح تطبق هذا الموضوع اما يكون ريسيرش او انا شايفة فكرة موضوع فيه ابداع فيه فن فيه يعني مشروع خلينا نقول على الصعيد العملي راح يتبلور في هاي الفترة وراح يعني كيف برج الحمل راح يلمع نجمه في هاي الفترة من الناحية العاطفية عم بشوف برج الحمل عم بزعل على خلينا نقول على الشريك أو في شوية زعل مع الشريك مع إنه مش مبين إنه فيه أنا بحكي بشكل عام يعني مو شرط منفصلين أو أو على علاقة بشكل عام الشريك عم بيكون شوي بعيد عم بيكون مع حدا تاني. في فرصة ثانية رح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا لبرج الحمل حتى العزاب منهم والمنفصلين كمان رح تكون في فرصة كتير حلوة شخص خلينا نقول على تناغم على هارموني معك رح يظهر فجأة ممكن بأجواء الشغل ممكن بلقاءات مع الأصحاب أو كذا بس أنا شايفة في جمعة يعني في في جمعة حتتعرف عليها فيها على هذا الشخص الجديد رح يكون شوي شبهك لبرج الحمل بتحسوا إنه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول للمنفصلين من برج الحمل شايفة هاي الفترة في كتير احتمال كبير انه يصير في مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل مع انه انا شفت انه طاقتك هاي الفترة ماخذ خطوة لورا وما عم تكون مقدام او ما عم تعطي خلينا نقول خطوات لكن شايفيتك بالورق اللي سحبناه انه انت معقول انه تاخذ خطوه ناحيه الحبيب وشايفه حتى اللبس نفسه حتى الافكار راح تكون كثير متقاربه الحبيب راح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفه عم عم بستنى بفارغ الصبر لحتى برج الحمل يحكي معه يعني حلو كتير شايفة في كتير تناغم هاي الفترة بيناتكم شايفة انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع, مع الشيء اللي بدنا اياه ولكن شايفة انه هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا نحكي الاشخاص اللي واقفين في طريق هاي العلاقة رح شوي خف دورهم شايفة في لقاءات متعددة لبرج الحمل مع الحبيب حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل كلا الحالتين رح يكون في تواصل حلو كتير هاي الفترة تناغم في ترابط روحي في اتفاق على امور كان قبل عم بتشاجروا عليها عم تتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير في خلينا نقول تتفقوا مع بعض رح تقعدوا رح تتفقوا مع بعض الشخص اللي كتير كان ماخذ موقف من برج الحمل رح يكون خلينا نقول رح يكون أقل حدية من الفترة الماضية شفنا الشريك بالقراءة الماضية الشريك لبرج الحمل كان على يعني حدية وعلى عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها راح يكون في اللي هو لين من الطرفين الطرفين رح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو فعاطفيا عم بشوف كروت كتير حلوة لبرج الحمل شايفة فيه يعني انتوا التنين رح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف يعني كان واقف موجود بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة عم بشوف شريكك يا برج الحمل متلقط فيك يعني وكتير شريك ف. في تبادل مشاعر عم بشوف من برج الحمل ومن الطرف الآخر عم بشوف نفس الإقبال أو نفس الحب نفس الأفكار بالفترة الجاي شيء حلو كتير بالعقل الباطن لبرج الحمل رح يكون كتير مترقب وعم يفكر بموضوع معين إن كان على الصعيد العملي أو العاطفي أو حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع رح يصير بالضبط مثل ما بدك في الشهر الثاني اللي هو شهر تسعة رح يكون خلينا نقول متبلور أو موجود مثل ما بدك وزيادة مبين أنه رح يصير في خلينا نقول اللي هي تسهيلات لهذا الموضوع انه يصير عم بشوفك يا برج الحمل متخوف كتير من هذا الموضوع ولكن شايفة انه خوفك مش بمحله ابدا بالنسبة للفيري كارد طلعت لك ايدنتيتي عبر عن حالك اكثر يعني حتى قدام الأشخاص اللي ما بيعرفوك قدم أحلى ما عندك هاي الفترة لأنه يعني مبين من الطاقة ومن الأوراق أنه رح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل حتى الصحة عم بشوفها رايحة من مكان كتير صعب من مكان كتير خلينا نقول صحة ما كانت اوكي يمكن الصحة النفسية مو شرط بس عضويا لكن رايحة للمطرح الحلو شايفة عم تهتم منيح بمصلحتك بصحتك ايدنتيتي بيقول لك انه كون انت على قد ما تقدر كنت بالفتره الماضيه يا برج الحمل عم بتحاول ترضي اطراف كتير ساعه بدك ترضي فلان وساعه بدك ترضي فلان والشريك من جهه والشغل من جهه لا بيقول لك انت عبر بس عن شخصيتك وعن هويتك اللي انت يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبرا خلي العالم تشوفها وراح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية برج الحمل عم بشوفه كتير عم يهتم في حاله من بعد فترة شوي اهمال وخاصة بنات الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم رح يكون في تغيير بالستايل يمكن اكتر اشي وبيقول لك بيترو تيو كن صريح كتير مع حالك، إذا أهم إشي أنت يا برج الحمل بهاي الفترة خلينا نشوف اوراكلز بقول إنه ال... نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالورق بيقولك إنه الشغلة اللي كنت راسم عليها لك فترة طويلة أو حلمك ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن بدون يعني تحريك منك وفعلا طاقتك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما في اللي هو مبادرات او ما في خلينا نقول وكانه يعني برج الحمل مل كثير من المبادرات مل كثير من انه يحرك هو الامور بس بالفتره الجاي رح يكون شوي جامد وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه اذا حكيت رح تزعل ناس كثير فشايفه يعني كروت حلوه عم بقول انه يو كان اوفركم anything انت بتقدر انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك اياه اللي قلنا عنه اللي عم تحلم فيه لك فتره طويله ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفتره خلينا نشوف نصيحه لبرج الحمل بهاي الفتره عم بشوفك يا برج الحمل عم او هو بنصحك الوراء انه تجمع معلومات انه تقوي السكيلز اللي عندك اياهم يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او شراكه ممكن تفكر فيها رح تتبلور بهاي الفتره ولكن بيقول لك علشان تكون انت على اتم استعداد على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع لازم تقوي شوي السكيلز اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات اللي خلينا نقول المشروع محتاجها وكمان انا شايفه بالورق في شريك بالعمل او في شخص ممكن تشتغل معه مو شرط اثنين تفتحوا شركه ممكن تكونوا على نفس البوزيشن بالشغل الجديد اللي قلنا عنه او بالقديم حتى فبيقول لك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشخص لانه يعني في شغلات رح تكون مخفيه عنك فحاول انك تدور على على اكثر يعني معلومات ممكنه في هاي الفتره نشوف الرومانس اوراكلز بقولك لك علشان تاخذ قراراتك اسال نفسك uh, which way brings me uh, شو الاكثر طريقه ممكن انك توصل فيها للغرض uh, uh, الالهي او خلينا نقول uh, which way takes me away from uh, انت عم تكون شوي بعيد يا برج الحمل عن الغرض الالهي من وجودك او يعني ربنا لكل شخص باعته في هالدنيا يعني علشان يعمل رساله معينه احيانا بيكتشفها الشخص وبيعملها فعلا واحيانا بعيش الشخص وبيموت وما بيعرف شو هاي الرساله اللي مطلوب منه انه يأديها او الغرض الالهي فبيقول لك فكر في هذا الموضوع يمكن من ناحية ممكن أنك تساعد الناس ممكن إذا عندك خلينا نقول جفت من ربنا أنه تشافي الناس أو تسعد الناس قوم بهذا الإشي بيقولك بس ركز على هذا الغرض اللي أنت أساسا مخلوق علشانه يا برج الحمل ما تضلك يعني كتير مشغول في أمور الحياة الأمور اليومية وال والحياة اليومية كون خلينا نقول شوي تقعد مع حالك تعرف كيف تسمع لعقلك الباطن شو بيطلب منك شو انت بتعطيه شو هو بيعطيك ف هون عم بيقولنا كمان انه افرح انبسط keep it careful colorful. يعني بيقول يعني خلي العالم من حواليك ملون افرح انبسط بكفي الحاله اللي انت كنت عايش فيها الك فتره والعزله اللي بتحاول هذا الشهر انك تنعزل راح تحاول انك تنعزل في هذا الفتره لانه طلعتنا طاقتك يا برج الحمل عم بتحاول الانعزال فبيقول لا بالعكس آه خليها كلها الوان آه من حولك والحياه حلوه رح تكون ف آه لا ما ما بيحتاج انه تنعزل يا برج الحمل كون آه على تواصل مع اللي حواليك آه اللي حواليك هم اللي رح يخففوا عنك وخاصة آه الشريك لو كان في آه شريك بيقولك الاشياء اللي انت حضرتها او عملتها او تعبت عليها من آه قبل آه رح تكون الأوتكم أو آه آه الوفرة آه رح تكون موجودة في الفترة الجاي نتيجة آه ثمار هذا الاشي اللي أنت تعبت علشانه. آه طبعا هذا الاشي ممكن يكون على أي صعيد يعني مو شرط يعني ممكن عاطفه عمل كذا آه كل واحد بيعرف أكتر بظروفه لكن بيقول لك النتائج رح تشوفها آه بهاي الفترة. وشايفيتك طالع فوق عند القمر ويعني حياة ملائكية رح تكون هاي الفترة إن شاء الله يعني كل الورق طلع حلو لبرج الحمل فما في داعي للزعل يا برج الحمل ولا الإنعزال إذا كنت ناوي تنعزل فبالعكس الورق بقولك ما تنعزل لأنه أحلى الفرص ممكن تجيك هاي الفترة شفنا فرص فيه بالعمل بالعاطفة شفنا الصحة حلوة الحمد لله فما في أبدا يعني مبرر أنك تكون زعلان إلا إذا كنت نكدي إلا إذا أنت كنت عم بتدور على الزعل هاي الفترة بيقول أنه رح تلاقي الوضوح أكثر بالهدوء يعني حاول تخلق جو شوي هادي من حواليك آه زي ما قلنا قبل شوي آه حاول آه تخلق آه جو من التسامح آه سامح هاي الفتره يا برج الحمل شفت انه في بالقراءات الماضيه في ناس غلطوا في حقك وكذا فبقول انه التسامح هو آه الحل اذا أه بينصحك بالهدوء والتسامح والنقاش بخلينا نقول بروية بي أه بدون ان نعصب أه احنا بنعرف برج الحمل شوي منفعل شوي عصبي فهاي الفترة لا بنصحك انه أه الامور عشان تتوضح قدامك أه والحقائق أه تظهر والاوهام أه او الاكاذيب تنكشف لازم انت تكون كتير هادي اذا كنت عصبي على العكس تماما ما رح تكتشف اشي ولا رح يكون في فرصة حتى انك تصالح الحبيب زي ما قلنا او انك تتلقى اي شيء فبيقول لك وكانه بيقول لك اعمل مديتيشن اعمل حاول انك تخلق اجواء هاديه من حواليك الامل موجود وبرضه هذا الكرت يعني خلينا نقول فيه كتير أمل فيه كتير تواصل روحي رح يكون بينك وبين أشخاص معينين ترا... يعني ترابط روحي رهيب وإذا بعتت مسجات أو تخاطر أو مسجات روحية رح توصل كتير منيح في هذه الفترة آخر شيء لبرج الحمل بقول لك خليها على الله يعني اترك الامور اطلقها من من تفكيرك من طاقتك طاقتك عم بتكون شوي منخفضه هذا هاي الفتره فبيقول لك يعني وكانك يا برج الحمل عم بتشيل كل الهموم او في احمال كتير او مسؤوليات كتير على راسك فبيقول لك اتركها على الله وهي بتمشي لحالها والكروت كلياتها مبشرة فلشو لشو الزعل ما في داعي انه نزعل أه وعشان ترفع طاقتك أه يا برج الحمل أه بدك مديتيشن بدك أه خاصة مديتيشن يعني ممكن يكون كمان بأجواء الطبيعة ممكن تكون أه حلوة كتير أه لإلك بهاي الفترة ممكن اللي هو التخاطر مع الحبيب رح يفيد كتير حتى التخاطر مع أشخاص آخرين على صعيد العمل ممكن أنه يفيدك وممكن أنه تحصل من وراء على فوائد معينة هاي الفترة رح يكون في عندك صفاء ذهني خلينا نقول بشكل رهيب بشكل كبير ممكن انه تستغل هذا الموضوع في انك ترسل مسجات روحية للاشخاص اللي بدك اياهم وليكن مسؤول في العمل او الشريك او اي ايا كان وهاي المسجات رح توصل لانه طاقتك رح تكون كتير هادية رح تكون عكس ما كنت او عكس طبيعتك يا برج الحمل عكس طبيعتك رح تكون بالفترة الجاي او انت رح تحاول تكون عكس طبيعتك لانه يمكن لانه شفت انه طبيعتك الاصليه او كيف انت بتتصرف ما عم يجيب لك النتائج اللي بدك اياها شايفيتك عم بتحاول تغير شوي بتفكيرك وبالامور اللي كنت تفكر فيها بخلينا نقول وان واي باتجاه واحد بطريقة واحدة هلا عم بشوفك بتفكر بالموضوع بطريقة او تنتين وثلاثة واربعة فكروت كثير حلوة لبرج الحمل اكتر شيء الطاقات اللي مبينة عندي ترابية مائية نارية هدول اكتر وبرضه في هوائية يعني كل الأبراج لكن أكثرهم المائية والترابية المائية والترابية هم أكثر إشي مبين وبرضو في هوائية خلينا نقول بنفس القدر فاللي عم تتعامل معاهم أكثر إشي عم يكونوا من هذا من هاي الطاقات على فكرة يا جماعة الطاقات يعني مو شرط تكون برج الشخص الطاقات ممكن تكون طاقتك أنت يعني طاقتك ممكن أحيانا أنت تكون حمل طاقتك تكون في فترة من الفترات هوائية عم بتكون مزاج شوي عم بتكون مبدع شوي عم بتكون يعني صفات الأبراج الهوائية فالطاقة مختلفة شوي عن الأبراج. بس ممكن تاخدوها طبعا كبرج فالطاقات اللي ظهرت معانا